بناء على الاتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وذلك من منتصف التسعينات، صار تقسيم منطقة الضفة الغربية إلى 3 أقسام معروفة بالاسم A, B و C. فمنطقة A معناتها المدن الفلسطينية الرئيسية اللي هي كليا تحت السيطرة للسلطة الفلسطينية، معناته من ناحية البوليس الشرطة، من ناحية الأمن، ومن ناحية القانون الإداري والنظامي. منطقة بي فهي منطقة منقسمة بين الجهتين. منطقة بي فهي المنطقة بين المدن الفلسطينية الرئيسية، وهي من ناحية أمنية عم بتكون تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن من ناحية الشرطة ومن ناحية القانون الإداري والنظام فهي تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية. وأخيرا منطقة سي فهي كل المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية، وكذلك المنطقة القريبة أو المجاورة من الخط الأخضر. فمنطقة سي هي كليا تحت السيطرة الإسرائيلية، معناته أمنيا وشرطة والنظام الإسرائيلي. وبناء على ترتيبات اتفاقيات أوسلو، مفترض أنه يتم تحويل المناطق تدريجيا إلى السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية. معناته المناطق الموصفة سي عم تتحول تدريجيا إلى منطقة بي، وثم بعده إلى منطقة A. بنهاية المرحلة تتحول حوالي 95% من جميع الأرض في الضفة الغربية، وبتكون عم تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وطبعا ذلك إضافة إلى قطاع غزة. حسب الاقتراح الإسرائيلي عم تأخذ السلطة الفلسطينية تعويض بدلا من الأراضي اللي راح تكون تحت السيطرة الإسرائيلية. طول الاقتراح الإسرائيلي إنه المستوطنات الكبيرة كبيرة الحجم راح تنضم رسميا قانونيا إلى دولة إسرائيل بعد تنفيذ الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني بشكل كامل. والمستوطنات الكبيرة فهي الفي منشي اللي موجودة جنب مدينة قلقيلية الفلسطينية، ومدينة أرييل في وسط الضفة الغربية، ومستوطنة معلي أدومين الواقعة جنب القدس، ومجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المعروفة باسم منطقة جوش عتيون ومدينة إفرات جنب مدينة خليل الفلسطينية. باقي المستوطنات الصغيرة الإسرائيلية أو متوسطة الحجم راح تنزح، وسكان المستوطنات إما يرجعوا ويسكنوا بالمدن الإسرائيلية المختلفة، أو إذا بدهم يضموا حالهم وينضموا إلى 4 المستوطنات كبيرة الحجم إلى راح تضل تحت السيطرة الإسرائيلية. نتيجة لظاهرة الانتحاريين الفلسطينيين التي أدت إلى مقتل أكثر من 500 إسرائيلي، معظم القتلى فهم كانوا مواطنين، بنت دولة إسرائيل الجدار، جدار الأمن، وهذا هو ردا على تحدي الانتحاريين الفلسطينيين. وإضافة لذلك أخذت دولة إسرائيل بإجراءات أمنية مختلفة ضمن أو جوا الضفة الغربية. فأحد من الإجراءات هو الحواجز الطرق، وهي الحواجز العسكرية الواقعة بين المدن الفلسطينية وبين القرى الفلسطينية الرئيسية. وهذه الحواجز طبعا إضافة إلى الجدار الأمني عم بثير الجدل العميق بين الجهة الفلسطينية والجهة الإسرائيلية، إذ يزعموا الفلسطينيين إنه الجدار والحواجز عم بتعرقل الحياة اليومية للفلسطينيين. بالسنوات الأخيرة وذلك نتيجة لأسباب مختلفة، صار انخفاض باهت عدد هجوم الانتحاريين الفلسطينيين على المناطق الإسرائيلية، ونتيجة لذلك خففت إسرائيل بكثير
رقم الحواجز المنتشرة بين المدن الفلسطينية. فإذا شو هي ظروف الحياة اليومية للمستوطنين والفلسطينيين في منطقة الضفة الغربية؟ المزيد من التعليم بالنسبة لهذا الموضوع انضم إلي للجزء الثالث والاختتامي للمقدمة لرحلة إلى أرض النزاع. فإذا هنا آفي من موقع الإنترنت فنجان.com، أتمنى لكم تحية طيبة وإلى اللقاء.